هذا غير مقبول يقعد في الظروف. نعطيكم الشارع لا اقصى تقدير. ورا تاع السكريتاريه جينا. روح امين العام قول له غدوه على السته تاع العشيه رؤساء الدوائر والتربيه وشوفوا التوزيع هذا تاع البلاد. هكذا مع المفتشين اي تعرف. يكون مدير التربيه هنايا غدوه ان شاء الله. تخمس هذه الوضعيه يعني ولا غير عيب يعني شوف كنا نخدموها شحال نخدموها نخدموها هذيك المدير كنا نخدموا متوسطه من جديد. 30 مليار وعندنا متوسطة واجدة مهجورة منذ مش عارف واش على وراء المشكلة يا تقول لها تقول لها جماعة ونجمعوا حاجة ما تقولوا تو فابيا ذكرك تريح معنا في الاجتماع جامي قلت لنا هذا الوضعية غير مقبولة شوف ما نزيدكمش أكثر من شهر هذه وهذه أولوية رموها نخدموها متوسطة إن شاء الله.